حصل امبارح. كاس الامم الافريقيه المباريات مستمره، السنغال زي ما بقول لكم داخله ما بتهزرش، قدرت تفوز 3-0 على جامبيا. الكاميرون اتعادلت هدف لكل منتخب امام غينيا، الجزائر اتعادلت بهدف لكل منتخب امام انغولا. البدايه كانت مع فوز كبير وانذار مبكر من منتخب السنغال، انا منتخب قوي، انا مش جاي اهرج، انا داخل بقوه، انا داخل زي ما بقول كده بكل قوه بتاعتي في البدايه وفي الانطلاقه امام جامبيا. ثلاثيه دون رد سجلها نجومه باب جاي لاعب وسط اولمبيك مارسيليا، ثم سجل ثنائيه المهاجم الشاب لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي علشان تحصد السنغال اول 3 نقاط في المجموعه. ده بالنسبه للسنغال اللي زي ما بقول لكم داخله بشكل قوي جدا، وبالتاكيد لو رجعنا ورا شويه هنقول ان السنغال محضره نفسها علشان السنغال حامل لقب مهم جدا 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 لكاس الامم الافريقيه، علشان كده بتلعب باسمها وداخله بتحط التريد مارك بتاعها من البدايه، بتقول انا حامل اللقب وانا داخل وانا حامل اللقب علشان ااكد ان انا استحق ده، واكد ان انا فعلا مقدم اداء رائع ومميز من البدايه. مش مهم الاداء لكن النتيجه، لا 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 لا، حسب عندهم مش بالشكل ده ابدا. المباراه الثانيه في اطار نفس المجموعه منتخب الكاميروني مع منتخب غينيا، انتهت المباراه دي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب. سجل منتخب غينيا في الشوط الاول عن طريق محمد بايو مهاجم للفرنسي في الدقيقه 10، بعد كده بتتعادل الكاميرون من فرانك ماجري مهاجم تولوز الفرنسي في الدقيقة 51 عشان يحصد كل منتخب نقطة واحدة. ده منتخب الكاميرون هنقول عليها بداية مش سيئة ولكن غير برضو متوقعة. المباراة الثالثة، وهقف عند المباراة الثالثة عشان كل الناس اللي بتشكك في المنتخب الجزائري، أصل المنتخب الجزائري مش في حالته، أصل المنتخب الجزائري في تصريحات خرجت من جوه المنتخب وبتقول إنه هم هي حققوا شيء يعني لا يليق باسم المنتخب، وإنه ممكن يكونوا في المركز الرقم كده خزعبلي. يا جماعة هو احنا مش فاهمين إن كل ده ذكاء ودهاء من المسؤولين في أي منظومة؟ احنا دايما ما بنتعلمش من فكرة إن المدير الفني أو المسؤولين داخل أي منتخب أو فريق بيكون ليهم تصريحات علشان من الآخر كده ينيم الدنيا. المنتخب الجزائري رغم اللي مش موجود في جاهزيته، ده المنتخب اللي مش في قوته، المنتخب اللي متراجع، اللي عنده زخم من النجوم، اللي عنده زخم من المحترفين، عمل ايه امبارح؟ اتعادل مع منتخب أنجولا في المجموعة الرابعة، انتهت المباراة 1-1 في مفاجأة جديدة بيقدمها لينا الكان، بيسجل هدف الرائع المتألق وهو عنوان منتخب الجزائر دائما بغداد بنجاح في الدقيقة 18، وبيواصل منتخب الجزائر المحاولة في المباراة وكمان بيسجل هدف عالمي في الدقيقة 25 برضو بغداد بنجاح، ولكن الفار كان ليه رأي تاني وبيلغي الهدف. أما في الشوط الثاني بيتراجع أداء منتخب الجزائر وبيقدر منتخب أنجولا إن هو يعدل النتيجة، ومبلولو مهاجم الاتحاد السكندري المتألق من ركلة جزاء في الدقيقة 68 بيقدر يحرز الهدف علشان تنتهي المباراة بالتعادل 1-1. بيفقد منتخب الجزائر نقطتين في بداية مشواره في كأس الأمم الإفريقية، ولكن بالتأكيد لسه عنده المزيد.